خدعوك فقالوا ركب شبك اللياسة قبل الطرطشة. قولا واحدا، إذا تم تركيب شبك اللياسة قبل الطرطشة ليس له أي قيمة، لأن الشبك جزء من اللياسة يقاوم الإجهادات الداخلية التي تتعرض لها اللياسة، يقاوم قوى الشد التي تتعرض لها اللياسة نتيجة انكماش المونة الأسمنتية للياسة، أو نتيجة فروق الإجهادات التي تتعرض لها اللياسة عند المناطق الضعيفة مثل زوايا أعتاب الأبواب والشبابيك، مناطق التقاء الحوائط مع الكمرات، مناطق التقاء الحوائط مع الأعمدة. لذلك يجب تركيب شبك اللياسة بعد الطرطشة وليس قبل الطرطشة حتى يكون فعال في مقاومة الإجهادات التي تتعرض لها اللياسة. والسؤال اللي بيطرح نفسه، كيف يتم تركيب شبك اللياسة بالطريقة الصحيحة؟ طبعاً شبك اللياسة اللي من السلك المجلفن بيتم تركيبه بواسطة مسامير مسدس الطلقات، كلنا عارفين الطريقة. أما شبك الفايبر فله طريقة أخرى في التركيب، وهي أولاً نقوم بعمل مونة أسمنتية غنية بالأسمنت بنسبة 1 أسمنت إلى 1 رمل. بنبدأ نفرد المونة بتاعتنا على الفاصل، ثم نبدأ يا جماعة نركب عليها الشبك بحيث إن الشبك يحقق 10 سنتي يمين وشمال الفاصل، أو 10 سنتي مع كل عنصر، أي أن أقل عرض للشبك لا يقل عن 20 سنتي. بالضغط على الشبك بتبدأ المونة تصعد من فراغات الشبك يا جماعة، وبكده يبقى تم تثبيت شبك الفايبر. بعد ما ننساش يا جماعة، بعد كده أثناء الطرطشة بنطرطش أيضا أماكن تركيب الشبك، ثم نستكمل أعمال الياسة، وبكده يبقى تم تركيب الشبك بالطريقة الصحيحة. والسؤال، هو أنا لازم أعمل مونة أسمنتية وحط عليها شبك الفايبر؟ أيوة، لأن لو أنا طرطشت وحطيت الشبك في أجزاء من الشبك مش هيوصلها المونة الأسمنتية، وبكده مش هضمن عمل شبك الفايبر.